السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ بخير، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غنحاول باش انني غنجسد جوج ديال الشخصيات. دونك كيف كتلاحظوا معنا، الشخصية الأولى هي اللي كتغلط والشخصية الثانية هي اللي كتصحح الغلط. أول حاجة أو أول غلط غنحاول باش انني نخدم عليه اللي هو هذا. بزاف ديال الناس كيبغيو يركبوا الخيط ديالهم وما كيردوش البال هاد لا ريديرجونس. دونك هذا كيف كنقولوا ليه بحال الفران ديال الطوموبيل. دونك انا بالغلط ضغطت عليه بلا ما نحس، فمني ركبت الخيط ديالي مني جيت بغيت نخدم فعطاني هاد الميساج اوتوماتيكمون. مني كيعطيني هاد الميساج تنبغي نطفي لا ماشين، كنعاود نشعلها كيبقى عندي نفس المشكل. اصلا مني كنبغي نشعل لا ماشين كتطفى اوتوماتيك. علاش؟ لانني ضغطه على هاد لا ريديرجونس. دونك باش كنصحح هاد الغلط ضروري ما انني خصني نعاود نطلعو من جديد باش كتخدم ليا لا ماشين ديالي. دونك الغلط الاولي درت هو بدون قصد ضغطت عليه. باش كنصحح الغلط شي خصني نطلع هاد لاري باش كيعاود يرجع للبلاصه ديالو. غادي نمشي لتاني مشكل اللي تيكون عندي. دونك هنا انا غادي نضغط على الزر كيف لاحظتوا معايا لا ماشين خدامه واخا الخيط ما راكبش. دونك بالنسبه للناس اللي تيوقع لهم هذا المشكل راه ماشي مشكل، فهو واحد المشكل اللي تيكون في البارامتر اللي ممكن اننا علاش كنديروه. علاش؟ لان لا ماشين ملي كتكون جديده يعني كنحاولوا باش اننا نخدموها بلا خيط ونديروا ليها الزيت. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يضيعوا الخيط ديالهم فراه كاين واحد القضيه تنديروها في البارامتر اللي هي هذه. كنمشيو لي بارامتر، كنمشيو للصفحه الثانيه وهنا تنديكلاري الرقم اللي بغيتو. يعني واخا الخيط ما يكونش راكب تبقى لا ماشين خدامه. هنا كي لاحظتوا معايا كندير رقم واحد يعني وكندير الزيت ديالي وتنخلي لا ماشين خدامه وما كتقطعش. دونك بحال محيده ليها الديكلاراسيون. بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الديكلاراسيون سيروا لي بارامتر، رجعوا للصفحه الثانيه اللي عندي فيها رقم جوج وسيروا لرقم 23 ديروا زيرو باش تولي ديكلاري لا ماشين. دونك الا تقطع الخيط فغادي تعلمكم. بالنسبه لا ماشين ملي كتكون جديده عادي يعني اي وحده تبغي تكتشف شنو الضوء ديال هذا شنو الضوء ديال هذا. دونك انا كي لاحظتوا معايا حركت هاد لاكس ديال لي زيكوي ديال لي باري وبدون قصد حركتو. مني جيت بغيت نخدم عطاوني نو نيدل او لا با ليغوي او لا توجد ابره. بالنسبه للميساج كيطلع لكم باللغه اللي نتوما اختاريتوها في لا ماشين ديالكم. دونك انا دايرها بالانكلي فطلعت ليا نو نيدل. نو نيدل يعني ما كايناش الابره وانا عندي 12 ابره. يعني باش كنحاول انني نقاد هذا المشكل كنضغط على اوكي وتنمشي نشوف هنا اش عندي. عندي زيرو. دونك راه حتى شي ابره ما طالعه ليا. باش كنريقل المشكل اللي عندي تنحاول باش كنبقى ندور هاد لاكس اللي حركت في الاول حتى كتبان ليا شي رقم ديال الابره. دونك مني غادي نلونسي الخدمه ديالي فراه غتكمل وما غيكون عندي حتى مشكل. مشكل اخر هو هذا. انا المهم حركته وبدون قصد ملي جيت بغيت نخدم لقيت باللي لاكس ماشي في البلاصه ديالو. هنا هاد لاكس دائما خاص يكون عندي في المية. هنا كي لاحظتوا معايا هنا كله بيض الا هاد اكس فيه مشكل. دونك باش كنريقل هاد المشكل شي خصني نضغط على هاد المية باش كترجع. شو ضغطت عليه قال لي نو نيدل باقي ما طلعش ابره. دونك خصني نرجع البره البلاصه ونعاود نكليك على اللاكس. هاي دابا غادي ترجع للبلاصه ديالها. يعني الماكينه الا كانت قل من 100 او لا فوق من 100 فراها ما كتخدمش حتى كيرجع اللاكس للبلاصه ديالو الاصليه. وبالنسبه لهذا المشكل ماشي غير الا دورت هذا. فكيف كنقولوا ملي كتكون غدا لا ماشين تخرج تيقول لك البلاصه اللي نتوما فيها خص يكون فيها لا تيغ. وثاني حاجه من الاحسن يمشي معكم واحد الستابيليزاتور. دونك ستابيليزاتور كيبقى محافظ لي على لا ماشين. يعني بالنسبه للناس اللي ساكنين في البوادي او للناس اللي عندهم مشكل في الضوء
فإلا تضرب الدورة تتقاس لا ماشين، مي داك ستابيليزاتور كيبقى محافظ لنا عليها. بالنسبة للمشكل آخر اللي تيوقعوا فيه الناس، هي مثلا تقطع ليا خيط، أول حاجة خاصكم تردوا ليها البال. إلا تحول هذا اللون اللي هو أخضر اللون أحمر وبدات لا ماشين كتسينيالي، فتيكون عندنا جوج ديال المشاكل. المشكل الاول اللي تيكون في لونفيلاج، دونك الا كان الخيط ديالي ما دايش من شي بلاصه، فراه لا ماشين اوتوماتيكمون كتبقى سينيالي باللي فيها واحد المشكل. يعني خصني نجي نفيريفي الخيط ياك ما دايش في شي بلاصه، اولا كنشوف واش تقطع من البلاصه ديالو. دونك هنا الا جيت نركب هذا ديالي لا ماشين نخدمها، فراه غادي دات سينيالي ليا بالاحمر وغتعطيني باللي كاين واحد المشكل. الا جيت هنا وبان ليا بلي الخيط راكب ولونفيلاج دايز مزيان، فكنجي لتحت، دونك لا ماشين راه فيها واحد بواطا كانيط. يعني ملي كتسالي ليا بواطا كانيط راه حتى هي تتسينيالي. كنركب البواطا ديالي، يعني كنركب الخيط ديالي، راه ملي كتمشي لا ماشين تيمشي معاها العمار ديالها، فكنعاود نعمر الكانيطه ديالي وكنركبها بهذه الطريقه، ودائما كنرد البال. بزاف ديال الناس تيركبوا البواطا بطريقه غلطه، كتشد لهم الخيط من الفوق. يعني خصني نحط هذه على الجهه اليمنى ونورك حتى تسمع باللي ركبات في البلاصه ديالها عاده، باش ما كنجيش وكنلونسي الخدمه. اول حاجه تقطع لي الخيط، سالت لي البواطا كانيط، نمشي لاصلاح المشاكل ونرجع شويه اللور. علاش؟ حيت الا ما رجعش اللور، ملي كنجي نشوف الرشمه ديالي فكنلقى باللي زقلات ليا شي بلايص. دونك دائما نمشي لهنا راه فيها لو، يعني بشويه، يعني باش ترجعي غير بشويه، اولا فاصلي دغيا كدوز لك بالزربه. دونك نتوما كبدايه نمشي للو ونقص واحد ربعه الضربات حتى لخمسه الضربات ونخلصيها، فغادي تخدم ليا وما غيكون عندي حتى شي مشكل. بالنسبه لهاد المشاكل هما صراحه اللي كيوقعوا فيهم بزاف ديال الناس، يعني انا حاولت باش انني نبسطها بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل بحال هكا. غترجعوا غير لهاد لا فيديو فغتوليو تصحوا مشاكل راسكم. بالنسبه للناس راني ديجا ذكرتها في لا فيديو اللي قبل، بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموا الصم، اولا الناس اللي تيخدموا بالتواب اللي كيكونوا كيتيريو اولا الفوطه، راه ضروري ما انكم تحطوا واحد الميكا من الفوق. راه الا ما درتوش الميكا من الفوق فراه ما كتشدش لكم الخدمه، كتجي كتحفر الخدمه من التحت وكتشد لكم وكيوقعوا لكم مشاكل في لا ماشين ديالكم. دونك الفوطه تشوب كيتيري المبره ضروري كنديروا واحد الميكا من الفوق، يعني كيتفرش الكاغيط وكنشدوا التوب ديالنا مع الفيزلين عاده باش الميكا كتكون من فوق من التوب وما عندكم حتى شي مشكل. راه حيت الميكا ديال البرودري راه ملي كنتسالي وكنسوسوها راه كتحيد دغيا، ما كيبقاش عندكم مشكل في التوب ديالكم. وثاني حاجه كنصح الناس اللي تيخدموا بالصم ياخذوا كاليتي زوينه في الصم، يعني باش ما تقطعش ليهم لا ماشين. وثاني حاجه يحاولوا البرا ياخذوا عبار كبير اللي هو 90. وثالث حاجه يديروا السيليكون في البوبينه ديالهم باش ما تبقاش تقطع. وهادشي اللي كاين، وكنتمنى باش انني نكون سهلت عليكم اولا حاولت باش انني نحل لكم بعض المشاكل اللي كتكون في لي ماشين ديال البرودري. والسلام عليكم ورحمه الله، والله يسر اي واحد واي معلومه اولا اي حاجه اتصلوا بنا ان شاء الله، راه حنا غنجاوبكم على كل شيء. شكرا لكم.